أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. الحكومة توجه بملاحقة جهات تبتز المواطنين للحصول على بطاقاتهم الانتخابية. اتفاق برلماني حكومي على تحديد أدنى الرواتب ب425,000 دينار. البنك المركزي يعلن انخفاض معدل التضخم في العراق قياسا بالعام الماضي. قال مصدر رفيع أن توجيها صدر بملاحقة جهات تبتز المواطنين مقابل الحصول على بطاقاتهم الانتخابية، وأضاف أن الحكومة وعدت المتورطين في الابتزاز في موضوع الرعاية الاجتماعية بإجراءات قانونية داعية إلى الإبلاغ عنهم. اتفقت المالية النيابية مع اللجنة الحكومية على الحد الأدنى لرواتب الموظفين، وخلص الاتفاق إلى أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425,000 دينار. أفاد مصدر في البنك المركزي بأن شحنات الدولار المستوردة يتوالى وصولها عبر مطار بغداد، وعبر المصدر عن عمله بوصول شحنات جديدة في الأيام القليلة المقبلة لتلبية طلبات الزبائن من العملة الأمريكية. أعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم في العراق، وانخفض التضخم إلى قرابة 3.7% هذا العام من 4.4 العام الماضي، وهو معدل جيد مقارنة بدول مجاورة. أعلنت وزارة الهجرة إغلاق أكثر من 60 مخيما للنازحين في الآونة الأخيرة، وأفادت الوزارة بأن 26 مخيما لا تزال مفتوحة ومعظمها في إقليم كردستان تقطنها أغلبية من سكان سنجار. للمزيد تابعوا منصات يوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي.